صراخ في بيروت كلها، الزعيم فارق الحياة، وظلمة حالكة تخيم على البلاد، وأصابع الاتهام تشير إلى سوريا، وجماعات شكلية تعلن مسؤوليتها. فما تفاصيل حادث إنهاء حياة رئيس الوزراء رفيق الحريري الذي شكل منعطفاً في تاريخ لبنان وترك جرحاً عميقاً لدى المواطنين؟ صباح يوم الاثنين في الرابع عشر من شباط عام 2005 استيقظ رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري كعادته عند الساعة 6 صباحاً، واستقبل زواره والمقربين منه ومستشاريه في اجتماعات هامة، وعند الساعة 10 انطلق موكبه من القصر إلى مجلس النواب وسط ساحة النجمة حيث سيعقد اجتماع اللجان. ودخل الحريري مقر المجلس وهو سعيد، حيث صافح النواب ومازحهم. وبعد انتهاء الاجتماع في أقل من ساعة ذهب الحريري إلى مقهى مقابل لمقر مجلس النواب رفقة بعض الزملاء من النواب والصحفيين، وبعدها قرر المغادرة. وفي تمام الساعة 12:50 ظهراً كان الحريري يجلس في سيارته المرسيدس السوداء المصفحة في طريقه إلى قصره، وفي المقعد الأمامي بجانب السائق يجلس صديقه وزير الاقتصاد السابق باسل فليحان، ويحيط بالسيارة موكب مؤلف من 7 سيارات وأمامه 4 سيارات جيب لقوى الأمن الداخلية. عندما وصل الموكب إلى تقاطع فندق فينيسيا بالقرب من فندق سان جورج دوى صوت قوي هز العاصمة اللبنانية كلها، ليتحول الشارع الذي كان يضج بالحياة إلى جحيم ودمار وخراب. وصلت أصداؤه إلى ساحة النجمة حيث كانت اللجان النيابية منعقدة لاستكمال البحث في مشروع قانون الانتخابات النيابية، وسبب الحادث ذعراً لمن كانوا في الفنادق القريبة لهول المشهد، فالثريات تتساقط والزجاج يتطاير والسيارات تحترق، وكأنما يحدث مشهداً من فيلم صامت. ومعه توقفت خطوط الهاتف وتسمر لبنان أمام شاشات التلفزيون، وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، وأقامت القوى الأمنية طوقاً محكماً حول المكان، وبدأت أعمال سحب الضحايا. كما أعلنت وسائل الإعلام اللبنانية عن إنهاء حياة الحريري ومعه 21 شخصاً وإصابة 226 آخرين. ذلك الحادث المدبر بأياد مجهولة جعل مصير لبنان على المحك، ووجهت اتهامات مبطنة وعلنية في المرتبة الأولى للنظام السوري، وفي المرتبة الثانية لجماعة لبنانية أخرى بالوقوف وراء الحادث، إلا أن جماعة غريبة في بلاد الشام تظهر لأول مرة ولا يعرفها أحد أعلنت مسؤوليتها عن هذا الحادث. وتلا حادث إنهاء حياة الحريري أحداث ومنعطفات تاريخية مهمة في حياة الليبيين. وتلا حادث إنهاء حياة الحريري أحداث ومنعطفات تاريخية مهمة في حياة اللبنانيين، كان أهمها إنهاء الوجود السوري على الأراضي اللبنانية. وصدرت قرارات أممية تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة التفاوض مع الحكومة اللبنانية على اتفاق يرمي إلى إنشاء محكمة ذات طابع دولي استناداً إلى أعلى المعايير الدولية في مجال العدل الجنائي. وبذلك رحل الحريري الذي اتفق اللبنانيون عليه تاركاً بلداً مزقته النزاعات الأهلية والفوضى السياسية.